هو واحد من أفضل وأعظم مدربي حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، لما قدمه من عطاء بلا حدود وإنجازات يتحدث عنها الواقع. أحمد ناجي ابن النادي الأهلي ومدرب حراس المنتخب الوطني، الذي بات علامة بارزة ومضيئة في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد أن كان أحد أهم أعضاء الجهاز الفني لأحفاد الفراعنة الذين حفروا أسماءهم في سجلات التاريخ بالتأهل لمونديال العالم الذي سيقام في روسيا يونيو المقبل. ناجي شاعر الملاعب، من أشهر مدربي حراس المرمى في مصر، وتحديدا في النادي الأهلي الذي له باع طويل فيه في مجال التدريب، حيث أشرف على قطاع الناشئين وعمل في تدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي لأكثر من 13 سنة. حقق ناجي كمدرب لحراس المرمى في الأهلي عددا كبيرا من البطولات على جميع الأصعدة، الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، السوبر المصري والإفريقي، الوصول 3 مرات لكأس العالم للأندية باليابان، الفوز ببرونزية العالم في البطولة الثانية. لعب ناجي دورا مهما في صنع أسطورة حراس المرمى في العصر الحديث عصام الحضري، والذي كان وراء المستوى المذهل الذي ظهر به ابن دمياط منذ أن انضم للأهلي حتى بات أفضل أصحاب القفازات في القارة السمراء. لم يتوقف الأمر والعطاء عند هذا الحد، لكن ظل ناجي أيقونة مدرب حراس المرمى في مصر حتى بات المسؤول عن هذا القطاع في المنتخب الوطني. لديه مسؤولية قاسية بتجهيز الحارس الذي سيحمي عرين الفراعنة في مونديال روسيا.